عايزين نقول مبروك والف مبروك لبطله مصر ميار شريف اللي توجت ببطوله فالنسيا المفتوحه للتنس، وبالتتويج ده حققت ميار شريف مركز تاريخي بالارتقاء للمركز رقم 31 في تصنيف اللاعبات المحترفات. الف مبروك ليكي بطله، رفعتي اسم مصر واسم بلدنا دايما يا رب يا ميار، واحنا سعداء جدا وفرحانين بيكي وعاوزينها كمان يا جماعه تجيلنا هنا وتنورنا. احنا معانا تقرير. طيب مبروك طبعا ميار. ضروري ميار تنورنا هي ووالدتها ووالدها وكل حبايبها، الناس اللي وقفت جنبها ودعمتها، ما حدش بينجح لوحده. ميار مش اول مره تحقق ومش اول مره توصل ومش اول مره تنجح، كل مره رفع راسنا، هو اللي ده طعم النجاح بيفضل مصر عليه بقيه حياته. بس هي الفكره انك توصل للنجاح. النجاح اكيد صعب ومكلف جدا من وقتنا وصحتنا واعصابنا وسهر ليالي، لكن الحفاظ على النجاح كمان اصعب منه. ده اللي ميار شريف قدرت تعمله. ألف مبروك يا جميلة يا بنت مصر يلي رافعة اسم مصر ومشرفانا جوه وبره. مبروك ميار شريف، وفعلا مش أول مرة يعني نتكلم عنها وعن ولا آخر مرة إن شاء وتشرفنا الله. في المحافل الرياضية والبطولات. مبروك ومبروك للأسرة اللي تعبت وربت وسهرت وصحت من النوم بدري، غالبا بتبقى الأم دايما، بنحييها جدا جدا. أنا عايزة أستغل وأستأذن بقى مخرج برنامجنا الأستاذ إسلام إن إحنا في الظروف والأخبار الحلوة اللي زي دي يبقى عندنا إيه ساوند إفكت زغروطة، يعني حاجه مصر كده نحييها على الثانويه العامه ان شاء الله وعلى نتائج الثانويه العامه. زغره تحت. طب ده انا عليا زغروطه، لا اله الا الله، خليها مع الاباجوره في البيت عندي. انا بقول لك يعني والله يبقى عندنا ساوند افكت كده زغروطه في الاخبار الحلوه والمراكز المتقدمه والنجاحات الكبيره اللي بيحققها بنات مصر واولاد مصر، ننزل بالزغروطه.